النهاردة الحقيقة حزب الوفد، أنا أتصور أن حزب الوفد النهاردة عمل ما يشبه الثورة الإصلاحية داخل حزب الوفد، وما أكثر الثورات الإصلاحية التي شهدها هذا الحزب منذ تأسيسه على يد سعد زغلول من 1919، هكلمكم فيها بعدين. بس النهاردة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد فصل 10 أعضاء من الحزب فصلا نهائيا للاشتراك فيما أعلنه الحزب. هو أعلن والحزب أعلن أنه كانت هناك مؤامرة تحاج ضد حزب الوفد. المستشار بهاء أبو شقة قال أن المفصولين هم الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباع ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داوود ونبيل عبد الله وحمدان الخليلي وحاتم رسلان ومحمد حلم سويلم وحسين منصور، بالإضافة إلى فصل محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب عضو بالحزب، وتتم التقدم ببلاغ النيابة ضده للتحقيق معه في هذه الوقائع وقائلا أنه التخابر مع قنوات أجنبية. كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب تفاصيل المؤامرة التي وصفها بالكبرى، وقال كانوا بيريدوا عقد اجتماع الهيئة العليا يوم 13 فبراير الجاري ليذهب حزب الوفد إلى الأبد، مشيرا إلى أنه أحس بانزعاج من شباب وشيوخ الوفد وحملوها أمانة باتت قيدا في عنقه بضرورة إنقاذ الوفد وإجراء تطهيرات سريعة حفاظا على الوفد كجزء من النظام السياسي في مصر وممثلا للمعارضة الوطنية الشريفة. بدأت القصة بتاعتها منذ الإعلان عن الترشيح للانتخابات البرلمانية والتي تم إقصاء عدد من النواب أرادوا خوض الانتخابات على القوائم، إلا أن مصلحة الحزب اقتضت رفض ذلك مما دعا بعضهم لتقديم استقالات شفوية وإهانة لقيادات الوفد عبر فيديوهات حية بثت عبر السوشيال ميديا، الأمر الذي أشار إلى بداية صراعات شخصية وتحول الأمر إلى تكتلات تشبه العصابات، كل يريد الإطاحة بالآخر دون النظر للمصلحة الشخصية. أذكر حضراتكم وأنا واحد دارس للعلوم السياسية إن إحنا من ضمن الحاجات اللي كنا بندرسها الخلافات الكتيرة جوه حزب الوفد، زي الخلاف بين سعد زغلول وياكن والنحاس والنقراشي وحقبة الأربعينات والكتاب الأسود بتاع فكري مكرم عبيد، ولما رجعوا في سنة 73 يعني بعد 73 لما رجعوا وفؤاد باشا سراج الدين واللي حصل، وبعدين القتال الكبير في حزب الوفد اللي كانت يعني كان في أسلحة نارية ما بين نعمان جمعة وما بين أباظة، وبعدين المشكلة اللي حصلت مع السيد البدوي، يعني تاريخ من الصراعات والانشقاقات داخل حزب الوفد. على التليفون معي صديقي المحترم واستاذ النظم السياسيه الدكتور عمرو هاشم ربيع. دكتور عمرو اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، اهلا بيك يا سيد، اهلا بيك. اولا انت وحشنا جدا يعني، واين انت، فين مختفي؟ ان نفتقدك كثيرا يا دكتور. ربنا يخليك يا رب. طمنا على صحتك يا فندم. سعيد سمع صوتك، اتفضل. اولا كلمنا يا فندم على حزب الوفد والانشقاقات، هو تاريخ من الانشقاقات، هل تلك الانشقاقات بتكون بداية لثورات تصحيحية داخل حزب الوفد، ام ماذا يعني ما يحدث داخل الوفد؟ لا للأسف ما بتكونش كده، لان زي ما تحرك عارف وذكرت سيادتك بعض الاحداث التاريخية منذ، برغم يعني تضميد جراحها بشكل او باخر، الا انه منذ وفاة فؤاد باشا سراج الدين في اغسطس عام 2000، وطبعا الحزب بيتراجع يوم بعد يوم. ايوه فندم. سلسله من الانشقاقات والخلافات والتجاوزات من قيادات الحزب غير طبيعيه وغير عاديه. الخلاف الاخير ده او الانشقاقات، القرارات الاخيره بتاعت الفصل دي هي جزء من هذه السلسله المتواليه، واللي ناتجه عن ان لديك حزب عريق من الناحيه الديمقراطيه ومن الميراث الديمقراطي الرفيع حقيقه، سواء اذا كان في الحكم او في غير الحكم، اصبح في خبر كان، يعني لم يعد كما قال لي مرة رحمة الله عليه الدكتور عاطف البنا، لم يعد من الوفد إلا اسمه. دكتور عمرو، دكتور عمرو عفوا، كنا زمان قبل 2011 وحضرتك تذكر جيدا يا دكتور، كان كل الأحزاب المصرية تتعلل بالحزب الوطني وبجماعة الإخوان أنهم محتكرين الحياة السياسية وإن وإن وإن. اختفى الحزب الوطني يا دكتور عمرو، واختفى الأحزاب، واختفت جماعة الإخوان، وظلت الأحزاب المصرية كما هي بما فيها الأحزاب الليبرالية، ما هو تعليلك يا دكتور عمرو؟ نعم نعم، لأن النظام الحزبي في مصر نظام مهترئ باعتراف الكفة،
اذا كان سلطه ولا معارضه، مؤسسات رسميه او مؤسسات غير رسميه، كل النظام الحزبي في مصر نظام مهترئ بشكل حقيقي نتيجه عدم ارتباط الاحزاب بالشارع، عدم وجود جماهيريه لها، عدم اعمال لوائحها وتنظيماتها وعقد مؤتمراتها بشكل مستمر، واعمال الديمقراطيه الداخليه بها وبكل ما تستصرخ به السلطه التنفيذيه بان تعمل به هي اصلا بتفتقده. يعني الذين على سبيل المثال في الحزب في هذه القرارات، الذين لائحه حزب الوفد التي تتحدث عن ان كل الامور المتعلقه بالخلافات يعقبها يجب ان تبدا بتحقيق، ثم بعد ذلك يرفع الامر الى الهيئه العليا للحزب الى ان يتخذ يصدق على القرارات اللي تم اتخاذها بعد التحقيقات، لكن كل هذه الامور لم تحدث. يعني الحزب قام قياده الحزب قامت بالبتر مباشره بشكل غير ديمقراطي بشكل غير مسؤول، وتجاهلت الهيئه الوفديه اللي هي اصلا جزء منها معتبر معين، يعني انا يعني وزاد التعيين فيه. يعني انا بستغرب ان الحزب اللي كان دايما بينادي بعدم وجود تعيينات في الهيئات المنتخبه بتجد ان هو جزء معتبر من هيئاته من هيئته اللي هو الهيئه الوفديه، جزء معتبر من المعينين. ولما اللائحه اتغيرت زاد نسبه التعيين، يعني زادت نسبه التعيين. طبعا ما حدش يقدر ينكر ان حصل خلافات في الفتره الاخيره، لكن كان رئيس الحزب كان بيعالج هذا الموضوع بالقرارات سريعه وعشوائيه ودون اللجوء الى اللوائح ودون الى بس طبعاً موضوع. انا دكتور عمرو انا عايز اقول لحضرتك وجهه نظر الثانيه. الحقيقه المفترض كانوا معايا على التليفون، يا اما ما بيردوش يا اما في اجتماعات. الحقيقه هم وجهه نظرهم اللي حضرتك قلته بالظبط يا دكتور عمرو، ان الذين الاعضاء المفصولين لا يحترموا اللوائح، وبمجرد ما يتحطوش او ما يتمش اختيارهم يبداوا يطلعوا للسوشيال ميديا وللقنوات الاجنبيه ويبداوا يتكلموا، واول حاجه يعملوها يسبوا الحزب ورئيس الحزب. يعني المساله ليست من طرف رئيس الحزب فقط، ولكن عند رئيس الحزب وعند الناس الموجودين عندهم سلسله كبيره جدا جدا من الاتهامات التي بتقول برغم ان هو حزب ليبرالي انما هؤلاء الاعضاء لا يحترموا وجهه النظر الاخرى ولا يحترموا اللوائح. ده صحيح، ده صحيح يا سيد. يعني انا لينا كده في طبعا الموضوع الاخير دوت اللي حصل من يومين دول ليه خلفيات من وقت الاعداد للهيئه، الاعداد للقائمه، وتحذير العديدين من القيادات بان دخول الحزب بكوتا محدوده جدا لا تلائم مكانته كما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ، هيؤدي تراجع لمكانته في مجلس النواب. طب خليك معايا دكتور عمرو، عفوا خليك معايا يا فندم. انا مدوات خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى الثانية الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجة خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجة ولا في اي نوع من التعرض لاي خطورة. الناس مش متخيلة نتيجة البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.